تفتكروا الجماعه عاملين ايه معاكم؟ جيمز جي في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن فيفا التيم تيم الارتجين، رجع لكم بحلقه جديده. اسف على الطريقه الطويله قوي دي، وبصراحه كان في شويه حوارات عندي كده، فما كنتش عارف اصور فيديوهات خلاص. حتى انا ما كنتش عارف العب فيفا، يعني حتى انا لما سيزون جديد جه انا كنت في جون 7، يا دوب لعبت جون 6 وقفت حتى العب. حتى لعبت مثلا 3 4 10 ماتشات بكتير قوي، ما لعبتش ماتشات كتير مثلا على مدار اسبوع. ده ودي الفريق بتاعي لو كان فيه اي تعديلات بشكل، اذا كان في تعديلات ولا، بس غالبا احنا حطينا بس هرنانديز واول مره هنلعب بيه تقريبا. يلا يا جماعه مش هستول عليكم، ويلا بينا نخش الماتش ويبدا الحلقه. وادي الفريق اللي معاه، يعني بصراحه في حبه ناس هجوم. ونبدا احداث الشوط الاول. صلاح نجمنا الغالي، صلاح ليه؟ اوبا، لا 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 لا، مرسيال اديها لصلاح، صلاح توصل له. فابينيو، لكن فابينيو الهدف الاول لفابينيو، ومين جول؟ 1-0، جون حلو بصراحه. نرجع بقى لطبيعتنا تاني، وكفايه هبل. صلاح، اوبا، بنزيمة ايه بنزيمة ده؟ لا، حلو. جندوزي بقى الحاجه، جندوزي ده فكير قصير اصلا، فكير بالنسبه لك قصير. شايف فرق الطول. صلاح لفابينيو، يلا يا فابينيو، يلا يا مارسيال. هو في ايه؟ مفيش كوره بقت تخش من الحته دي. لا، تسلل حرام، انا غلطان اللي بتاع صلاح. يلا يا جندوزي، انا عايز اقف على الكوره بصراحه. ايوه دي اللي انا كنت عايزها يا صلاح، تكمل بقى. لونج شوت بقى. حلوه، بس انا لازم امسك الكوره شويه. المفروض انا ما بلعبش ده اصلا، المفروض العبها لفينيسيوس، بس تمام. مش عارف اطلع من نص ملعبي، اطلع كده على ايه؟ خرق قوي. يلا بنزيما بقى، مرسيال. هو شاطها متأخر جدا وقعد حاسس عليه عشان ما تشوت يا عم على طول، وانا شايط على طول اصلا. ينفع الصراحة مش نزل مين بقى؟ خلي فينيسيوس هنا، احنا نطلع بنزيما وننزل ميرتنز. ايه ده؟ وبتاعتنا الشوطة بتاعتنا اللذيذة. الهبل ده، حلوه. ادي جون عالمي من البرازيل. فاهم هو اتاخر ليه ان هو مسكها، بس مرتينز حلوه. الله 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 يا كلوز، بس ما كملتش من تاني واحده. الله، اول شوط الحمد لله ما دخلتش.
هو اقسم بالله انا مش عارف والله اقول ايه. يعني اكيد انا مش هبص البصه دي. حلوه بقى. وحشه وحشه جدا. يا رب يا رب. لا لا لا، يلا يا بدوش، يلا يا بدوش، عايزين نخلص الماتش ده كلين شيت. انا لسه بقول عايزين نخلصه كلين شيت. بينزل ايتيبو اهو يدافع لنا، خلاص عايزين ندافع. ده انا لسه مكملتش. بس هو ايه الهبل ده؟ هو تاني شوطه جابها جول. انا اسف بس انا بص انا هموتك، بس انت مش هتكسب بعد الماتش ده بصراحه. طيب يا جماعة، بص يا جماعة، بسبب الظروف دلوقتي الساعة 6:05، فأنا مش هلحق أصور الماتش التاني لأني لسه عايز أعمل كذا حاجة كده. الساعة 6:05 فأنا مش هلحق أصور تاني ماتش للأسف. فيا جماعه كده كنا وصلنا للحلقه 82. عجبكم ولا مش عجبكم الفيديو؟ شوفوا اصحابكم، كلهم اتفرج. يلا يا جماعه، فركش.